اصبر بقى اصبر اصبر اصبر، في واحد وراك، في واحد وراك، حاسب حاسب، هو ورا البيت، ورا البيت الاصفر، ورا البيت الاصفر. ايوه شو عم بيصير هون؟ شو عم بيصير؟ بنلعب يا ريس. نعم بنلعب جيم هلا وقت تصوير الاستوديو. قاعد عم تلعب جيم انت وياه؟ اديني موت. شو عم تلعبوا؟ فتحنا جيم بابجي. نعم فتحت جيم بابجي. جيم شو؟ بابجي. طيب انت وياه اخر الشهر مخصوم نص مرتب. ليه يا ريس احنا عملنا ايه؟ تمام عم تلعب جيم بابجي؟ اه يا ريس. وما قلت لي لفوت العب معكم؟ والله تحاك تحاك، نص مرتب انت وياه. اهلا بيكم بحلقه جديده من الاخبار على طريقتنا. النهارده هنبدا الحلقه بترند. الترند دوت مكسر الدنيا، الناس كتير قوي عملت عليه مشاكل وناس اتطلقت بسببه وحصلت مشاكل زوجيه واسريه وحاجات كتير قوي. الترند دوت هو لعبه ببجي، واللي ما يعرفش لعبه ببجي لا يعني هتعرفها، او لو ما سمعتش عنها هتسمع عنها. لعبه ببجي ديت الناس كتير اتكلموا عنها وقالوا ان هي ادمان، بس في الحقيقه يا جماعه انا مش شايف ان لعبه ادمان خالص. يعني لا، دي لعبه عاديه بتمسك الموبايل وتقعد تلعبها. يعني حتى انا شخصيا في ناس صحابي كتير قوي بيقولوا ان انا مدمن اللعبه دي، بس يا جماعه بجد انا مش مدمن اللعبه دي خالص. هو اللعبه انا ممكن اكون بلعبها بتاع 18 ساعه في اليوم بس، فمش شايف ان ده مشكله. يعني اللعبه فيها 3 اراضي تقريبا، بس ده اللي انا اعرفه عنها. فيها الاوريجينال والماريمار والسان هوك، فده بس اللي انا اعرفه عنها. ولو هنتكلم مثلا عن العلاج، العلاج مثلا هنقول ان ما فيش غير ما اعرفش عنها غير الحقنه والكنزايه والعلبة البرشام البيضاء اللي فيها خط برتقاني دي اللي هي اللي بتزود روحك شويه. وعندك العلبه الزرقاء، لا مش الزرقاء، لونها اخضر الصغيره دي برده بتزود لك حوالي 25%. عندك بقى العلبه الحمراء الكبيره، الشنطه الحمراء الكبيره ديت اللي عليها حرف اتش واخده كيرف كده، دي بتملى لك الروح لحد ما بتبقى معديه الخط الاحمر. تمام. عندك بقى في الكمبيوتر الكبير ده، دي بيملى لك 100%، ده تحفه. يعني لو لقيته يبقى انت كده كسبت الجيم خلاص، مبروك عليك. ده اللي انا اعرفه عن اللعبه. ما اعرفش في الاسلحه غير ال M24 والاس اي اس والاس كي اس ودور سنايبر. عندك بقى الرشاشات، هنقول في الاوزي وفي الاي كي ام وفي الام 4 وفي الام 6 وفي في 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 اسلحه نازله جديده في اخر فيرجن ابديت نزل عليه، فمعرفش عنها حاجات كتير. اه في ميني 14 وفي في 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 حاجات ثانيه ما اعرفهاش يا جماعه بجد. عندك قنبله عاديه وفي قنبله الغاز ديت وفي القنبله اللي هي الصغيره ديت، ما اعرفش عنها حاجه. عندك الفيست فيل 3 ليفلات، عندك اللي هو ليفل 1 و2 و3، بتلاقي الشرطه تحت البتاعه هنا كده. عندك بقى الهلمت دي حاجه تانية خالص. في الهلمت بقى الاخيره اللي هي دي ليفل 3، بتبقى حلوه جدا دي، يعني ما السهم ما بيقلش غير بالسنايبر، فدي قويه جدا. فما اعرفش عنها حاجه بجد. عندك ممكن نتكلم مثلا عن السكوب. السكوب فيه 2 و3 و4 و6 و8، وال8 ده ما بيركبش على اي سلاح، لا لازم يا سنايبر يا السلاح اللي بيكون في الدروب. الدروب لما بتروح عنده غالبا بتموت. مخترع اللعبه اسمه ويلسون، واختراعها يوم 23 مارس 2017. اول ما اخترعها لعبتها على الاكس بوكس، بعد كده نزلت على الكمبيوتر، وبعد كده نزلت على الموبايل. يعني هي من ساعه ما نزلت على الموبايل بلعبها على الموبايل. فالناس بقى عاملين مشاكل عشان هم عايزين اللعبه دي تنزل على البي اس 4. تنزل على البي اس 4 بجد؟ يعني انتوا لسه ما نزلتهاش على البي اس 4؟ ما تنزلوها على البي اس 4 يا جماعه بجد، عشان خاطري هموت والعب على البي اس، هتبقى حلوه جدا على فكره، هتبقى تحفه. فمش عايزين تنزلوها على البي اس 4. وبعدين على فكره اللعبه مش ادمان، مش ادمان خالص بجد. مش بابجي مش ادمان. دخلوا له اللعبه. بابجي مش ادمان يا جماعه. ايوه يا جماعه انا موجود اهو. هننزل في الماريمار. ماشي يلا. احلى رجاله واحلى لعبه ببجي للناس الجميله قوي. بتلعب ببجي اكيد؟ ده انا بعشقها. حبيت ببجي جدا. بتحب ببجي جدا؟ انا كنت مشغل الجيم بمتحن واللعبه تحت كده عمال العب بخلص وانا على السلم تحت. بجد؟ والله. وسقطت بسببها؟ والله لسه جايب 16 في الرسم، وامبارح جبت 3 من 5 بسبب ببجي الميكانيكا، بسبب اللعبه. فقررت ان انا امسحها، بس غالبا اروح اعملها النهارده ثاني. ما عندكيش نيه تلعبي ببجي؟ لا. ما فكرتيش تلعبي ببجي؟ لا. احلى لعبه دي ولا ايه؟ طب انت شقطت قبل كده كتير؟ انا معايا كلانين، 2 خلايجه، كلان خليجي وكلان من كوريا، وعندي 2 من امبابه. ايه الوحش فيها؟ الوحش فيها ما فيش حاجه وحشه. ما بتضيعش وقتك؟ لا يضيع وقتي، بس دي مش حاجه وحشه.
اشغل بالي بها كتير وانا ورايا يعني حاجات اهم منها يعني كتير. بتخسرك حاجه؟ لا. ما كنتش قاعد مثلا في البيت فتح المايك ووالدتك دخلت شتمتك مثلا بتاع؟ لا هو ابويا بس. لا انا خايف من امي بيصوتوا في المايك انا بسمع رعب. يعني يا جماعه الراجل دوت يعني ما نزلش بابجي عشان خاطر خايف من امه. خايف من امي مش خايف من امه ان هي هتزعق له. بابجي خسرتني حاجات كتير الحمد لله يعني من نوم اصحابي اللي واقفين ورا دول، وخسرتني شغلي برده. بضيع وقتي الحمد لله، بسهر لحد الساعه 4 الفجر وبروحش الميد ترم بلعب بابجي. انا اهلي الحمد لله هم يعني بقابلهم كده في الصاله بالصدفه عشان انا ببقى قاعد فوقتي بلعب بابجي، ببقى سعيد جدا بلعب بابجي يعني مش ببقى متضايق على ضميري يعني، لا بالعكس بلعب بابجي الحمد لله. يا خسرت ناس كتير بس هم طلعوا واطين يعني، هم واطين اصلا فعادي يعني اتس اوكي. خسرتهم ليه؟ فكره ان هم مصاحبيني مصلحه مش مصاحبيني عشان بابجي يعني عشان تعمل لهم ريفايف. لا هم مصاحبيني في الحقيقه عشان مصلحه يعني. وده اكتشفته في بابجي؟ اكتشفته في اني لما اكلم لما هم يعوزوا مصلحه مني اتصلوا بيا. فاعرفهم ليه خلاص. ايش ممكن سؤال؟ ده ايه علاقته ببابجي؟ ما انت بتقول لي هم انت نسيت السؤال يا اسطى. لا نتكلم بقى بجد شويه يا جماعه. اللعبه دي سببت مشاكل كتير جدا للناس، يعني في قضايا خلع كتير قوي، ولو بصينا للموضوع اصلا هتلاقي ان قضيه الخلع بتبقى يا اما هو سايبها وبيلعب اللعبه، يا اما هو سايبها وبيلعب اللعبه مع واحده تانية، فلو انت بتلعب مع واحده غيري، يا اما هو بيلعب معاها ولما هي ماتت ما راحش انقذها، يا اما واحد راح ضربها وهو ما ضربش اللي ضربها، فلو انت مش راجل، يا اما بقى الحاجه الاخيره ان لو هما الاثنين داخلين نفس البيت وهو خد السلاح بتاعها، دي تبقى مشكله. والموضوع برضو عمال يكبر ويكبر ويكبر، يعني حتى ناس بقى بتعمل لها اغاني. بصوا كده شلت شباب وبنات عددنا كهنية، نطيت انا بمظلة نزلت انا بجزيرة، لا اسمع كل سلاح وحضر الذخيرة، ناس ما بعرفهم ولا حتى بيهموني لانه هم الواحد فيهم يبقى حي ويقتلوني. الموضوع ما خلصش على كده، لا بقى بيتعمل عليها كافيهات وبيتعمل عليها مدينة، يعني في مدينة معمولة مخصوص زي بابجي كوبي بيست. وان جو Yeah, take it. Yo. في ناس بقى بيخشوا اللعبه عشان خاطر يتعرفوا على بعض، يعني بنات بيخشوا اللعبه عشان يتعرفوا على شباب، وشباب بيخشوا اللعبه عشان يتعرفوا على بنات، سايبين الضرب والاكشن والسلاح والكلام ده كله عشان يخشوا يتعرفوا على بعض. يعني في كام فيديو بقى تهرب كده تشوفوا كده. يا مجرمة يا اللي ما تربيتيش، والله العظيم على الطلاق ما تربيتي. بصوا يا جماعة ملخص اللعبة دي كده كلها تمام، ان انت بتنزل لابس بوكسر في ارض واسعة جدا تمام، تفضل تجري وناس تجري وراك، تجري وناس تجري وراك، وكلهم عاملين يدبوا فيك، يعني انت معاك 100 شخص عاملين بيدبوا فيك، وفي الاخر بتتقتل وتتحول لصندوق اخضر وبس على كده. رجعنا معاكم في البارت الثاني من حلقتنا. زي ما اتكلمنا في البارت الاول عن بابجي، مؤسسه كبيره جدا، ناس مهندسين، مدينه كامله بتشتغل عشان تعمل وتحقق ملايين ارباح كبيره. في ناس تانية بتلعب اللعبه دي عشان تضيع شغل كبير قوي برضه، ومن الناحيه التانية ناس تانية بتضيع اشغال تانية عشان تخدم الناس اللي عملت اللعبه واشتغلت بمجهود جبار زي ده. بس تخيل كده معايا ثانيه واحده كده، انت تصحى الصبح تغسل وشك، سلام على مراتك، صباح الخير يا حبيبتي، انا رايح الشغل النهارده. ليه؟ رايح الشغل، عندي ضغط شغل وبعد اذنك ما تعطلنيش. ده وظيفته ايه ده؟ مختبر العاب، بيصحى الصبح يروح الشركه يلعب بس من الصبح لحد بالليل.
يا بختهم والله مختبرين الالعاب دول. انا نفسي بحسدهم ونفسي اشتغل زيهم، بروح العب اتسلى واروح البيت مبسوط. بس في حاجه تانية توجع القلب اكتر من كده، اسره كامله طويله عريضه باب وام واطفال بيحوشوا طول السنه عشان يروحوا يصيفوا اسبوع يتزحلقوا زحليقه ولا يتمرجحوا مرجيحه. لا ده في واحد تاني اسمه مختبر العاب مائيه، هو كده وظيفته مختبر العاب مائيه. سيبكوا بقى من ده كله ونروح على التقيله، العاب مائيه جيمز كل ده عادي ممكن نستحمله. بس تخيل بتروح الشغل وظيفتك ما هي الا بتروح تنام. NASA is hiring online. You can actually fill out an application for a secret research project and imagine the action you can try to pull by telling people you're working on a secret research project for NASA. And you get paid. You get paid $18,000 for 70 days of doing nothing but laying in bed. يعني انت لو مديرك شافك لا هيجازيك ولا هيرفدك ولا اي حاجه، لو انت مبروك انت نمت 8 ساعات النهارده وليك علاوه، وتخيل بقى الاوفر تايم بتاعك بتنامه برضه. يعني انت الاوفر تايم بتاعك اللي انت تعبان فيه عشان تزيد مرتبك بتروح تنام. انا لو ريحت كده على جنب في الشغل ممكن ما اجيش الشغل تاني يا جدعان. يعني الموضوع بقى صعب لدرجه ان انا زهقت. في شغلانه غريبه كده اسمها متذوق اكل كلاب، مرتبها شهريا $30,000. يعني انا لو عشت عمري كله مش هعمل المبلغ ده. بيدوق اكل الكلب ويشوف الكلب كيف من الاكل ده ولا لا، مبسوط ولا لا، مع ان انا باكل الكلب نفسه. لو رحت اكل من عربيه الكبده وما باخدش فلوس، انا بدفع فلوس. يعني انا باكل الكلب وبدفع فلوس، هو بيدوق اكل الكلب وبياخد فلوس. This is just like the bottom of the barrel. This is the stuff they make into dog food. Oh my god. That's delicious. والله ما عارف الناس دي فاضيه ولا هو ربنا رزقها بشغلانات حلوه وشغلانات سهله وفلوس كتير. مش عارف احدد الموقف بالظبط، بس مهما كان اللي فاتوا دول ناس فاضيه، مش هيجي افضل من واحد شغله عباره هو يعني هو شغله عباره عن بيروح الشركه يشرب ميه. يعني انت بتروح الشركه تشرب ميه بس، بتدوق الميه اذا كانت الميه دي حلوه ولا حلوه قوي ولا حلو. الميه كلها طعم واحد يا جماعه، يعني عادي خلي البساطه احمدي، ما تبقاش كده يا عم. My name is John Zhu. I'm a master water sommelier. انا فوقت خلاص بقى وقررت اشتغل الشغلانات اللي مش شغلانات دي. انا خلاص زي مثلا ان انا اروح هقدم في مصنع ثلج واقول له شغلني عندكم، هيقول لي ايه مثلا؟ هقول له حط لي الثلجيه في قفايا واقول لك يا حي. وعشان اثبت لكم بقى الكلام ده صح ولا مش صح، انا قررت اتعلم من واحد علامه في المجال اللي مش مجال، اسطوره في الشغل اللي مش شغل. هنستضيفه في البارت الثالث، استنونا. ورجعنا لكم في الجزء الاخير من حلقتنا، ومعنا في الاستوديو النهارده الخبير المختبر العالم الحاصل على لقب God of Variation ومؤسس علم الولا حاجه وواخد دكتوراه في علم التفاهات وصاحب نظريه ابدني تجدني. رحبوا معايا بالاستاذ سيد علي معاه حكايه. اهلا وسهلا بيك استاذ سيد. اول شيء اهلا وسهلا فيك وبحضورك وبجمهورك، بس انا شددت على الاعداد انه مش الاستاذ سيد علي، حد شددت الخبير جداً. واذا بدك الخبير الخطير. الخبير الخطير الخطير سيد علي. مختبر السرير. لا ما هيك عم تحرق مفاجأة. تمام ماشي. ايه بس بليز يعني ما مش الاستاذ بنقال لمين مكان، بس الخبير هيدي مش مين مكان بيستحق هيدا اللقب. الخبير سيد علي معاه حكايه، وفيك تقول الخطير يعني مهضوم. انا الاثنين يعني ان شاء الله هسجل عندي وهشدد على كده بعد الاعداد. استاذ سيد سوري المختبر العالم سيد خبير الخبير صعبه هي خبير الخطير ايوه. نحب نعرف عنك اكتر بس والله لك صراحة أنا طفولتي كانت عادية. ولا مش عن طفولي بدك تعرف كل يعني أنت جاي النهاردة عشان تتكلم. لك خليني أقول لك عن الموضوع المهم. أوكي أنا معي 5 سنين جامعة. أوكي اشتغلت على نفسي كتير، عملت كتير استاج يعني كتير حولت. من بعد ما خلصت 5 سنين علم أخذت ماسترز وقعد بالبيت.
عادي طبيعي يعني. عاطل يعني. عاطل ايه عاطل على العمل عادي. عرفت شو؟ فهون بلشت القصة. بلشت نيم. نيم بدي ما عنديش شو بدي اعمل بنيم. زي حالنا كلنا. لوك ايه شو؟ معي 5 سنين جامعة شو بدي اعمل فيهم؟ بدي نيم. صح. وصرت بعدين انزل مثلا على القهوة. زي الشباب. زي الشباب بس اشرب شاي اشرب قهوة بس ما في بضجة. صح. فشو شو صار؟ صرت مثلا اعرف الشاي طيب مش طيب افهم. صرت اعرف اذا اخضر ولا احمر. صرت اعرف الفرق. والقهوة اعرفها اذا مصبوطة ولا لا ولا على الريحة. صرت افهم فيهم. يعني انت عايز تقول ان انت حولت الفشل لنجاح. شفت كيف؟ شفت كيف؟ الله يا استاذ يا عالم سيد. صرت خبير مثلا بالشاي والقهوة. فصرت مثلا لا هيدا المطعم مش طيب ما روح اشرب عنده كافي او هارف شو قصدي روح على محل تاني. وارجع نيم. فصرت كمان موضوع النوم عندي صار يزيد يزيد. مرة قاعد هيك بالصدفة قريت انه عم بفتشوا على حدا ينام يعملوا عليه خبورات. ومن هون بلشت القصة. يعني بقت شغلانتك ان انت بتنام. خلاص قالوا بونجور انا بنام قالوا لي تعا. رحت نام يعملوا علي خبورات كذا. وبيكسب الموضوع ده؟ ايه كيف لكان. ما انا كمان بلشت اتطور ما انا الانسان بده يشتغل على نفسه يا استاذ. جاد. جاد استاذ جاد ولا جاد؟ بالدي بالجي يعني جي ولا جي على حسب ما لانه انا كمان خبير لغه حضرتك بتزنقني في الانجليش وانت عارف ان انا لا معنا خبير لغه خبير صيني ياباني انا كمان بعرف فرق فيهم كتير منيح المهم لنرجع لموضوعنا صرت بعدين صرت خبير سراير خبير سراير ما عم نام ما عندي شيء بنام فصرت مثلا هيدا السرير يوجع لي ظهري فتبقى مثلا الفرشه او المرتبه بالمصري بيقولوا ما لنا منيحه شغلنا صعبه صعب فصرت صعب. صرت مثلا افهم بالسوسته او الرسور اعرف اذا منفصل ولا متصل اعرف ال 120 سنتي بتروح شمال يمين صرت افهم كمان بالمرات صرت خبير سراير ما شاء الله لا شغلنا فعلا صعبه وعايزين نستفيد من خبرتك والناس حابه تتواصل معاك معانا مداخله تليفونيه مع استاذ اكرم الو 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 اهلا يا اكرم اتفضل الدكتور معاك انا بحب حضرتك جدا يا دكتور سيد والله حضرتك قدوتي يعني انت مش عارف انا بحب حضرتك ازاي يا حبيبي انا بكبر بمعجبين ربنا يخليك انا بس كنت حابب اعرف يعني انت يعني يعني تنصحني بايه يعني انا عايز اشتغل زيك كده وابقى خبير في حاجات كتير طيب ليك هو الموضوع كمان مش بهالبساطه والا ما كان حدا غلب يا اكرم بس ليك انا رح ساعدك يعني هيك اتصلت ولا تستفيد كمان من خبراتي طيب انت شو بتحب مثلا انا بحب الاكل بصراحه طيب حلو كتير حلو كتير ليه يا اكرم ما بتعمل مثلا خبير طعام تنزل مثلا على مطعم معين عرفت شو قصدي بتدوق عنده بتصير تفهم انت بتكون خبير وبتعرف الموضوع ما رح يكلفك اسالني كيف ازاي ما انت رح تنزل على مطعم رح تطلب مثلا طبق رح تاكله تمام عجبك عجب ما عجبك انت بتنادي على الوقت بتقول له ما عجبني الطبق فهو رح يستحوي لك خلاص علينا بتحمل حالك وبتمشي صح فهمت شو قصدي ايوه ايوه فانت صح. بتكون بهيدي الطريقه اكلت الطبق واختبرته ودقته بتصير تعرف اذا المطعم طيب ولا لا لا تقول لاصحابك وبنفس الوقت يا اكرم انت ما حسبت ما دفعت والله يا قول لي يا اكرم يا اكرم انت منين يا اكرم انا من مصر منين من مصر يا اكرم من الهرم طب ما تعملش كده يا اكرم يا ريت بس الـ 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 تختار المطاعم اللي هتعمل فيها كده لان في الهرم هيضربوك يا حبيبي انا هيك مع يعني هو الاستاذ العالم المختبر بيتكلم على المطاعم النظيفه حضرتك بتاكل من على عربيات كبده يا اكرم لو عملت كده هيضربوك يا حبيبي هو مش قصده على عربيات الكبده يعني اصلا في يعمل خبير كبده اذا بده ممكن فيك تعمل خبير كبده تمام والله يا دكتور انا مش عارف اقول لحضرتك حبيبي إيه يلا عشان غير مبسوط يستفيد جدا مبسوط جدا شكرا شكرا يا اكرم حبيب. شكرا شكرا حبيب شكرا نفيد كتير اشخاص الناس مبسوطه وفي ضغط اتصالات ناخد اخر مينيموم اتصال مينيموم يعني انا ما بطلع مع مين مكان يعني معلش اخر اتصال يلا الاستاذه ام احسان الو الو ايوه استاذه ام احسان الدكتور معاكي ازاي حضرتك يا دكتور الحمد لله الحمد لله صوتها حلو انا عايزه اقول لحضرتك ان انا ابني معجب بحضرتك جدا احسان نفسه احسان كتبه هدومي كيوت انا خبير ضحكات انا خبير والله يا دكتور بيحبك جدا وبس هو في حاجه هو من ساعه ما عرف ان انت خبير سنين ما بيقومش من النوم بيقول انا هختبر النوم هو يعني حضرتك يعني دي ازمه عندنا وحضرتك عملت لنا ازمه والولد ما بيصحاش من النوم ودايما 24 ساعه نايم ووالده دايما بيجي يلطشلي في البيت بسبب ان هو دايما نايم يعني انا ذنبي ايه هو كله يعني هو خدك قدوتي
بيته ونايم، والولد ما بيصحاش بقاله اربع ايام، وفي الاخر بيقول لي اصل انا بختبر نوم. جربتوا تحركوه اذا بنايم ولا حركناه والله طلع يعني فتح لي عين كده وقام مكمل نوم تاني، قال لي ما ترسلينيش يا مامي خليني في المود. لا بس هذا ممكن يعدي. شكرا استاذه احسان. في نهايه حلقتنا نحب نشكر العالم الكبير يا عم قلنا الخبير الخطير. خلصت الحلقه وبعدك مش عم تعرف ترحب فيي. بعتذر جدا. بنختم حلقتنا مع الخبير الخطير، احسن واحد بينام على السرير، الخبير علي سيد علي مع حكايه. بنعتذر يا فندم واقفل حلقتنا. نحب احنا نتشرف بان انت تقفل حلقتنا. ما انا اصلا خبير بتقديم البرامج برضه. ما شاء الله اوكي ما شاء الله. شو بده بطلع بقول طيب شوف شو بده يصير. يعني قفل لنا حلقتنا على طريقتنا. طيب هيدا كانت حلقتنا لليوم، لكن انتظرونا بحلقه جديده من الاخبار على طريقتنا. الى اللقاء.